انطلقت في المركز الثقافي العربي بدير الزور فعاليات ملتقى الشاعر محمد الفراتي الذي تقيمه مديرية الثقافة، ويتضمن الملتقى إلقاء قصائد للشاعر من قبل عدد من الأدباء الشباب وندوات حوارية تتحدث عن سيرة الفراتي. هذا الملتقى هو اهتمام وتكريم لهذا المبدع الذي قدم الكثير الكثير والذي أسهم في إغناء الحركة الثقافية والفنية بشكل عام. طبعا احنا ايضا من الأهداف لهذا الملتقى هو ان نسلط الضوء على هؤلاء الأدباء والمبدعين ونعرف هذا الجيل بما قدمه أدباؤنا المكرمون. الملتقى يدور حول جانبين مهمين، الجانب الوطني والنضالي في تاريخه في حياته، والجانب الآخر هو الجانب الأدبي. سيكون التركيز إن شاء الله على جوانب محددة، منها البعد الثقافي في شعره، فقد تجلى فيه كثير من إشارات الثقافية في الفلك والتاريخ والسياسة والعلم في كل المجالات. هناك أيضا جانب تحدث فيه عن الإسهام في ترجمة الأدب الفارسي إلى اللغة العربية. على عكس معظم الناس الذين ارتاحوا إلى شاطئ اليقين، ركب الفراتي أمواج الشك والفكر باحثا عن أجوبة لأسئلة منطقية راودت معظم الفلاسفة والشعراء والأدباء والعلماء. قدمت قصيدة في ندوة محمد الفراتي بعنوان موهبة السماء، وهي من أبرز قصائده. يعد الشاعر محمد الفراتي واحدا من الذين أسسوا للحركة الأدبية في دير الزور، فكانت إسهاماته الكبيرة في الأدب والشعر والترجمة حافزا لمقاومة الاستعمار، وما تزال خالدة في نفوس أبناء الفرات. للإخبارية السورية، براهيم الضلي، دير الزور.